ام سوري بس عطيني ثانية ثانية واحدة. مرحبا كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون عن تحدي توام الملابس. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير شعرات ويلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعطوا هذا الفيديو 100,000 لايك. وهلا خليني اشرح لكم فكرة التحدي. فكرة التحدي هي انه هون احنا عنا بنزانات عنا واحدة تحتها وواحد يكون فوق عشان ما نشوف انه هاي اذا حطيتوها لحالها فيكم تشوفوا يعني مش صعب الوش بهاي. فراح نحط هاي هون تحتها وهاي وبعدين رح يجيبوا هون اواعي لان انا وياها متشابهه. حيحطوا زي عندها بنطلون بنطلونين نفس الشيء عنا اياها انا وياها. ومثلا هي حتغمض عينها وما رح اختار. بعدين انا حغمض احط ملابس اللي اخترتها ورا. بعدين انا رح اختار وبعدين هي بتحكي لي، هي بتكون فاتحه اصلا بتحكي لي افتحي مثلا. بعدين احنا هي بتكون ماسكيته انا بحكي لها انه انا من احنا الاثنين نفس الشيء. وحنعمل هيك بجولات لحد ما نكون لبسه واحده بعدين حنورجيكم اياها بنهايه الفيديو. وهاي اللبسه يا ما حتكون متطابقه يا ما حتكون مختلفه. طبعا دوام بيكونوا متطابقين مش بس بالشكل احيانا باللبس. وهلا بدون ما اطول عليكم يلا نبدا. بس حنسوي هلا حاجه ورا مقص. حاجه ورا مقص. انا حبلش بالفتح وهي الغمض اول. هلا حيجيبوا الاوعي هون وهي حتغمض هسه. انا حغمض؟ قلتي ساليني بخش. تنتين حيغمضوا وبعدين رح افتح. يعني مش انا خربت علي مش عارفه. تعالي تعالي حطيها من فوق سنو مثل الاولاد تسوي هيك. طيب بعدين حطيها جميلة. شو عادي؟ يعني بتحبي تطلعي هيك؟ خلص خلص تعالي. طب يعني هيك عاملة هيك؟ يلا روان امسكي تعالي. والله ما تحطي فوق. يلا جيبيلي. يلا جيبيلي فوق. غمضوا عينكم هاي القطعة مش مسموح تحت ال 18. خلاص يلا ها خدي حطيها. انتي بعد جيب هدلك شوي. هي احط لك عشان ما حد يشوف. ما حد يشوف شكلي اللي بشوف حيغمى عليه. والله زي البوبر ما يربطون. شو قالت؟ شو قالت عشان اكسرها؟ يلا صعب الغش. هي شاطرة بالغش يعني ترى هي بتعرف. انا رح اغمض. لا يعني خلاص ما شو هالسفينة زي هاي كانت هيك عليكي فوق. طيب طيب من تحت. اما مين الله عينها. لا والله ما عم شكرا بالك. يلا يلا خليها هيك. انا هلا كيف ميرا هي رح تجيب لنا ملابس هون وتساعدنا عشان احنا ما فينا نشوف. سو خلينا نضل فاتحه احسن. خلينا شعرك والله لابسه. لا شو لك انا ديلي يعني. هلا يا روان حطيت لك البناطيل قدامك وانت بس بدك تقشي عليه ممنوع تمسكيه. بس قشي. بس قشي هيك. اوكي. يلا ريان. يلا ريان اختاري. هدول هم البناطيل. بس قشي عليه ما تمسكي. بس قشي هيك ما تمسكي. تخيل شو شكلهم بفتحهم. نفس مكان هذا كيف شكله من تحت؟ تاري واحد هذول البناطيل اللي كنتي عارفيتهم بس اشياء عليهم. ما سيتهم. طب بدي اخذ هذا. اوكي هذا؟ افتح؟ اختار هذا. والله طويل كثير. افتح؟ لا 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 ولا افتحي. بلا. هلا روان افتحي ورجينا شو اخترتي. اوكي اوكي. لو ما اخذت اسود بعدين كنت متوقعه انه هي تختار الجيشي فعشان هيك اخذت الاسود. لا انا دائما بلبس هالبنطلون. ريان دائما الجيشي. صح ندمانه صار نفسي بدي جيشي. فاخترنا هذا وخلينا نروح على الجوله بعدها. يعني اول جوله متطابقين. هلا طبعا اخر شيء حنلبس كل شيء يعني جمعناه. هلا حنحط على جنب والجوله اللي بعدها.
صرت اشوف كل شيء مشوش. وانا كمان مش قادر اشوف شيء. لو حاولت تطلع تحت عشان تشوف ما تقدر. هي بشوف صباح. هي مهاره الغش. خلاص يلا خمد معي. يلا خمدي ريان. هلا ريان حتختار من البلايز. طبتي هاي. ضحكتي كلها. يلا مش بروبلم. مختاري هاي ولا هاي ولا هاي؟ فهلا خلينا نشوف البوز عشان بس. يلا. ايش هتختاري؟ والله مش عارف. يلا. بدي اياها بس هاي. اوكي. منيح. ريان اختارت هاي البلوزة. غمضي يلا. افتح. ياي محبوك. وانا تحب اكثر بلايز ثلاثة تحبهم. يلا. شايف شي سني. لا يلا اختاري. يلا ايش؟ عرفت انا حاسه شنو اختارت هسه بس ما بدي اختاره. مش عارفه. ريان يمكن بس هالفلوس شكله هاي بس انا تجيب هاي. تقدميش لقدام. يلا ريان. واحد اثنين ثلاثة. نفسي. والله كنت مفكرة انها اختار هاي لانه هاي دائما 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 بتلبسها دائما. دايماً تلبسها. والله حس حالي ندمان ما اخترتهاش. عرفت الاحمر؟ انا بتلبس مع الاسود يعني ما بدي. والله حاسه اني اخترت بنطلون اسود من زيد. طيب هاي البلوزه وهلا خلينا نروح على الجوله الثالثه. الحمد لله هفتح قبلك. خلينا نحطها على جنب والجوله اللي بعدها. يلا غمضي. يلا غمضي. طبعا جايز هاي الاواعي احنا ما عم نختار يعني اواعي كثير كثير حلوه لانه الاوبشنات هيك كانت يعني بالخزانه بكون عندنا مليون شغله مليون اوبشن بس هون عندنا ثلاث اوبشنات يعني فبكون في مجبورين على هاي يعني الشغله بدنا نختار برج واحنا بنوقع. ابو اوكي يلا افتح. يلا ياي انا اوكي بدون ما احكي بدون ما احكي شيء هذا الشرط يلا لا ويت ويت انا هلبس هيك مع هذا هذا المرة ما صوت امي انا حاسه انا رح اختار شيء ثاني معنا اوكي ان شاء الله تختاري انا خوفتيني يلا يلا ليتس جو ماي جو ماي جو ماي شي يلا روان افتحي. ليش؟ انا اخذت ابو سلسل انت شو؟ لا لا يعني مش انا هسه لا شو ابو سلسل بضايق لي شوي مرات هذا احسن جاكيت اسود على اسود شو انت جينز على على احمر على اسود على نسيت الاحمر قلنا احمر بس اربح احمر بيطلع جاكيت جينزي بس يلا اوكي بهاي الجوله كنا مش متطرقين حتى ما حكيت اوه ماي جاد ليش ما اخترتي هذا؟ وانا بس عرفت انه اوه ماي جاد يعني مش ابو سلسل مش ابو سلسل سميته هيك طيب فانا هذا الجاكيت فاحنا هذا نلبسه بالبرد ما بعرف هذا بحس هيك احسن بالبرد اكثر فهلا حنتقل للجوله الرابعه انا مصدومه ويلا ما بدي اغمض خلاص عيني شيل الثانية يلا افتح يا ريان ايش طلع؟ الو استني عم تختار ايش هو الشيء؟ يلا ريان على بالي ريان افتح لك ايش هو الشيء؟ ريان ايش هو الشيء؟ اوكي نو 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 يلا ريان سمعي عينك لحالك يا مرة افتح يلا نسيت انا افتح افتح افتحي يلا افتحي ليه ما افتحي والله مبينة افتحي افتحي مبين يا عمي يعني كبيرة مقارنة بيدي داس مستحيل عيني يلا فيل يعني فيل فيل اصلا هلا كل شيء بتطابق مع هذا الجاكيت تعرفون قولوا حبيتوا لبستني اكثر لانه صار في فرق
بس بالجاكيت فرق، هلا يمكن يكون في فرق. الجاكيت حيغير كل شيء باللبسه. ما فهمت. روان غش. شو؟ ايوه. اي لا بوجه. ولا هالصوت. وانا. شوف ريان كيف عم. ريان ضبطيها. شوفي شوفي هيرو. طب يلا رجع شوف. يلا غمضي. غمضي. اليوم اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير شاراتو باي.